ازيك؟ انا محمد رايد. هايبرد او هجين يعني ايه؟ مثال: حصان يتجوز حمارة حلوة يعني يخلفه بغل، البغل ده اسمه هجين او هايبرد. لاين يتجوز تايجر، امرايه جميلة يجيبوا لايجر، اللايجر ده هجين. عربية بتمشي بالبنزين، اتجوزت عربية بتمشي بالكهرباء، يجيبوا هايبرد كار بتمشي بالاثنين. الدنسري عندنا تو امبريشن ماتيريالز، تو الاستوميريك او رابر امبريشن ماتيريالز، بولي ايثر اتجوز اديشن سيليكون او بولي فاينل سيلوكزين، يجيبوا هايبرد امبريشن ماتيريال او فايلون بولي ايثر سيلوكزين، دي هايبرد التو ماتيريالز. فيكسد بروثودونتكس، لقى حب ريموفر بروثودونتكس واتجوزه، يجيبوا هايبرد بروثيزيس. والهايبرد بروثيسيس دي انواع كتيره جدا، ومنها الاونوم فور اللي على الامبلانت دي، اتس هايبرد بروثيسيس. هايبرد سيراميكس، الهايبرد سيراميكس ده قصه كبيره واختلف الفقهاء في طب اسنان عنها. ناس تقول دي هايبرد، ناس تقول لا دي مش هايبرد ولا قربت للهايبرد بحاجه، دي انوفيتيف. انا هقول لكم الانواع كلها وهقول لكم ايه البينيفيتس اوف هايبرد سيراميكس. ناس فكرت قالت يا جماعه عندنا الزيركونيا قويه جدا وحلوه، بس عايزين نجوزها الاماره كده حلوه زي الايماكس. الايماكس جميله، الايماكس جميل، والزيركونيا لسه في عليه قولان في الاثيتك بتاعته، ولو اني بحب الزيركونيا بقول ان هو سوبيريور اثيتكس، ولو كان جوزوا الزيركونيا ليه حاجه زي الايماكس، مش الايماكس ابن عم الايماكس، لان الايماكس الكريستلز اللي فيه اسمها ليثيوم داي سيليكيت. هم جوزوا الزيركونيا للليثيوم سيليكيت وطلعوا حاجه اسمها زي ال اس. زي ال اس كانوا لما طلعوها كانوا عايزين يجمعوا زي ما قلت لكم قوه الزيركونيا وحلاوه الايماكس في الماتيريال دي. الماتيريال دي طبعا مش قويه زي الزيركونيا، تقدر تعمل بيها انلاي اونلاي اوفرلاي فينير كراون، ممكن جوينت كراونز. في ناس قالت وانا مش معاهم بتاتا انك تعمل بيها سمول بريدج، طبعا هي اونلي انديكيشن بتاعه سنجل كراون او جوينت كراون يعني كونكتد كراون في ان فيري سيلكتد كيسز. في بقى الهايبريد سيراميكس اللي انا عايز اوصل لكم ليها، هي عيله كبيره واختلف فقهاء تاني، فقهاء ما بيتفقوش الحمد لله، اختلفوا فقهاء تاني انها هل دي السيراميكس، هل دي هايبريد سيراميكس ولا لها اسم تاني. في بقى اشهرهم اللي انتم تعرفوه طبعا الفيتا ايناميك، والفيتا ايناميك دي عباره عن نتورك اوف بوليمر ونتورك اوف سيراميكس، وركب بعض السيراميكس تقريبا 86% والبوليمر تقريبا 14%، وطلعوا ذس ماتيريال اللي هي كل الناس قالت ان هي ذس از ترو هايبرد. عندنا برضو حاجه اسمها لافا التيميت، ناس قالت انها هايبرد وناس قالت انها مش هايبرد، ناس قالت انها ريزن نانو سيراميكس مش هايبرد. وعندنا برضو حاجه اسمها جي سي سمارت، برضو قالوا انها مش هايبرد ولكنها حاجه اسمها فليكسيبل نانو سيراميكس. وعندنا حاجه اسمها كل الناس قالت انها مش هايبريد بس هقولها لكم لانها تقريبا نفس الكومبوزيشن، اسمها بريليانت انكورس، ودي قالوا انها هي ريزن وسترينثن باي سيراميكس. وفي حاجه كان زمان اسمها دين سبلاي بارادايم، ودي مش موجوده دلوقتي في السوق على ما اعتقد. ايه جمال الهايبريد؟ ليه الناس عامله كل القصه دي على الهايبريد؟ ايه قصتها؟ ليه كله هايبريد هايبريد هايبريد؟ ما خلينا في السيراميكس. السيراميكس مع جمالها وحلاوتها وأمارتها لها مشكلتين كبار. أول مشكلة الكونتراكشن. أنت بتدخل السيراميك في فرن هاب قد كده، تطلع من الفرن قد كده. قد إيه الكونتراكشن؟ هل هو 10%، 20%، 25%، 22%؟ We never know. فبتطلع بعد ما تخش في الفرن، تطلع نعمل لها كوركشن وندخلها ونعمل لها كوركشن. الكوركشن ده المالتيبل انترنسز دي اللي بتخشها الفرن
ممكن تضعف السيراميكس لانه بعد كذا مره ممكن يحصل السيراميك انترنال ستريسز وبعد كده يحصل لها فراكشر انسايد ذا بيشنتس ماوث. فاول مشكله هي الكونتراكشن. تاني مشكله الباور. انت بتدخل حاجه الفرن انت من 8 ل 10 ساعات، تخيل فاتوره الكهرباء اللي بتجي لك بعديها، فاتوره مهوله، كهرباء 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 وحراره حراره حراره. تخيل بقى انا لو اديتك سيراميك قويه لحد ما هايبريد سيراميك وقلت لك انت بقى جاست هتعمل لها ميلينج وهتاخدها تعمل لها بولشنج وتعمل لها سيمنتيشن انسايد ذا بيشنتس ماوث، ما فيهاش الستيب بتاعت الفرن وما فيهاش الستيب بتاعت الكونتراكشن. وات يو ميل از وات يو جيت. اللي انت عملت له ميلينج هو خدته بنفس السايز وخدته، وقلت لك اون توب اوف ذات ان الريستوريشن دي ريبيرابل، يعني لو حصل لها اي تشيبنج وما يحصلهاش، اذا حصل لها تشيبنج اذا حصل لها اي بروبلم يو كان ريبير ذا كومبوزيت ايزلي. وقلت لك انها ات كان ريتين البولشبيليتي، يعني حتى ان هي بولش لفتره طويله، وناس بيقولوا انها سيلف بولشنج، يعني من الماستيكيشن بيحصل لها بولشنج. بلس انها المودلس اوف الاستيستي بتاعتها، يعني هي سوفت على البايت، فايديال على الامبلانت، لان الامبلانت انت مش عايز ترانسفير كل الاوكلوزال ستريسز للامبلانت، عايز حاجه تعمل زي سوسته زي مساعد كده زي كاشن. هي طبعا مش فلكسبل يعني كده لا، بس المودلس الاستيستي بتاعتها قريب للسنه، فبتبقى سوفت، يعني سوفت بايت بتبقى حنينه. البلوكس المفروض انها مش غاليه، لها مميزات كثيره جدا، ولكن طبعا السترينث بتاعتها ما تجيش زي الزيركونيا والايماكس، هي اضعف. الشركات بتورينا كتير جدا بارز انه دي اقوى من ده ودي اقوى من ده ودي اقوى من ده، انما داون تو ذا جراوند يعني على الارض القصه انها تدفع فينيرز تحفة انليز اونليز اورليز كراون، ممكن تو جويند كراونز بريدج لا. الحاجات دي انا اعتقد انها ممكن في المستقبل القريب تعمل سبستيتيوشن كومبليتلي للسيراميكس، لان السيراميكس قصة الكهرباء والحاجات دي والافران دي مكلفة جدا جدا جدا. انما لو انا قلت لك انت بس عايز سكانر وميلينج ماشين وتطلع بس تعمل لها بولشنج وتدخلها في بق البيشنت، دي طبعا اتس ا هيوج ادفانتج. وطبعا ده بس جاست زي انترو على الهايبريد سيراميكس. الهايبريد سيراميكس فيها حاجات كتيره قوي وعملوا عليها ارتكلز كتيره قوي كومبيرنج ليها، واحنا بعد مره جايه نبقى نشوف بقى الارتكلز دي ونتكلم عنها. شكرا.